ملكنا وإلهنا، هلم نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا، هلم نسجد ونركع للمسيح، هذا هو ملكنا وإلهنا. باركي يا نفس الرب. أيها الرب إلهي لقد عظمت جدا، الاعتراف وعظم الجلال تسربلت، اللابس النور مثل الثوب، الباسط السماء مثل الخيمة، والمسقف بالمياه على لي، الذي جعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الرياح، الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تزول إلى دهر الداهرين، رداؤها اللجة كالثوب، على الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب ومن صوت رعدك تجزع، تصعد إلى الجبال وتنزل إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسسته لها، وضعت لها حدا فلا تتعدى ولا ترجع فتغطي وجه الأرض، الذي يرسل العيون في الشعاب وفي وسط الجبال تعبر المياه، تسقي كل وحوش الغياد، تقبل حمور حمير الوحش عند عطشها، عليها طيور السماء تسكن، من بين الصخور تنادي بأصواتها، الذي يسقي الجبال من عللي، من ثمرة أعمالك تشبع الأرض، الذي ينبت العشب للبهائم والخضرة لخدمة البشر، ليخرج خبزا من الأرض وخمرا تفرح قلب الإنسان، ليبتهج الوجه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان، يشبع خشب الغاب وأرز لبنان الذي نصبته، هناك تعشش العصافير ومساكن الهرودي تتقدمها، الجبال العالية للأيلة والصخور مرجأ للأرانب، صنع القمر للألقات والشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل وفيه تعبر كل وحوش الغاب، أشبال تزأر لتخطف وتطلب من الله طعامها، أشرقت الشمس فاجتمعت وفي سيرها ربضت، يخرج الإنسان إلى عمله وإلى صناعته حتى المساء، ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، قد امتلأت الأرض من خليقتك، هذا البحر الكبير الواسع، هناك دبابات ليس لها عدد، حيوانات صغار مع كبار، هناك تسلك السفن، هذا التنين الذي خلقته ليلعب فيه، وكلها إياك تترجع لتعطيها طعامها في حينه، وإذا أنت أعطيتها جمعت، تفتح يدك فيمتلئ الكل خيرا، تصرف وجهك فيضطربون، تنزع أرواحهم فيفنون وإلى ترابهم يرجعون، ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض، ليكن مجد الرب إلى الدهر، ليفرح الرب بأعماله، الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعب ويمس الجبال فتدخن. أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا، ليلذ له كلامي وأنا أفرح بالرب، ليبد الخطأ من الأرض والأثم حتى لا يوجد فيها. باركي يا نفس الرب. الشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل، ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. المجد لله وليه وروح القدس الآن وفي الأوانب وإلى دهر الداهرين آمين. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله يا إلهنا. بسلام لربنا الطهور.
القدسيين لنا في الأرض. فالفخ انكسر ونحن نجونا. معونتنا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدارين. آمين. هللويا هللويا هللويا. المجد لك يا الله. هللويا لك يا الله. هللويا هللويا هللويا. المجد لك يا الله.
قد تذللت جدا أن تدني بالمضطهدية لأنهم قد قرروا علينا. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك، إنني قد فرجتك من أورشليم وصاياك الإلهية، وبلغت إلى الآلام أني حملتك من المجد إلى هوان، إلى هوان المهمات الدنيوية، فوقعت بين لصوص الأبطال وأخرجت منهم من جبال نعمة التبني، وأنا ملقى فاقد النسمة من تلقاء الجراحات. فلما الغرب الكاهن وأبصر الجثة لم يصيب الوالي كريهاني وهو أيضا وجزدي، لكن أنت أيها المسيح الذي تجسدت من البتول بحال لا توصف بانسكاب الدم والماء السائلين من جنبك الخلاصي اختياريا، فطر نظير الزيت على كلوني وشدها بالضمار، واحصني مع المصف السماوي بما انك متحنن. اياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني، انني قد خرجتك من اورشليم وصاياك الالهيه، وبلغت الى الام اريح مشدوما من المشي الى هوان المهمات الدنيويه، فوقعت بين لصوص الافكار وعريت منهم من سربال نعمات التباني، وانا ملقى فاقد النسمه من تلقاء الجراحات. فلما وقف الكاهن وابصر الجثه لم يصغي واللوي كرهني وهو ايضا واجاز بي، لكن انت ايها المسيح الذي تجسدت من البتول بحال لا توصف بانسكاب الدم والماء السائلين من جنبك الخلاصي اختياريا، فطر نظير الزيت على قلوبي وشدها بالضمار، واحصني مع المصاف السماوية بما انك متحني. من الاعماق صرخت اليك يا رب، يا رب استمع لصوتي، ايها الرب ان شهداء كالمجاهدين لم ينكروك ابدا ولم تدعوا عن وصاياك البتة، فبشفاعتهم ارحمنا. لتكن اذنك مصغيتين الى صوت تضرعي، ان جبرائيل قد حضر نحوك ايتها الفتى ليكشف لك القصد الذي قبل الدهور، مسلما عليك وقائلا: افرحي يا ارضا غير مبذورتين، افرحي يا عوسجة غير محترقة، افرحي يا عمقا يعسر النظر إليه، افرحي يا جرسا يا جسرا ناقلا إلى السماوات، افرحي أيتها السلم العالية التي شاهدها يعقوب، افرحي يا جرة المن الإلهية، افرحي الحلال اللعنة، افرحي يا استعادة آدم الرب معك. إن كنت للآثام رصيدا يا رب، يا رب من يثبت، فإن من عندك المغفرة، إن جبرائيل قد حضر نحوك أيتها الفتى ليكشف لك القصد الذي قبل الدهور، مسلما عليك وقائلا: افرحي يا أرض غير مبذورة، افرحي يا عوسجة غير محترقة، افرحي يا عمقا يعسر النظر إليه، افرحي يا جسرا ناقلا إلى السماوات، افرحي أيتها السلم العالية
التي شهدها يعقوب. افرحي يا جرات المنن إلهية، افرحي يا انحلال اللعنة، افرحي يا استعادة آدم، الرب معك. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي في أقوالك، توكلت نفسي على الرب. إن جبرائيل قد حضر نحوك أيتها الفتى، ليكشف لك القصد الذي قبل الدور، مسلما عليك وقائلا: افرحي يا أرض غير مبذورة، افرحي يا عوسجة غير محترقة، افرحي يا عمقا يعسر النظر إليه، افرحي يا جسرا ناقلا إلى السماوات، افرحي أيتها السلم العالية التي شاهد يعقوب، افرحي يا جرة المن الإلهية، افرحي يا انحلال اللعنة، افرحي يا استعادة آدم، الرب معك. انفجار الصبح لليل، من انفجار الصبح ليتكل إسرائيل على الرب. إن الفتاة البريئة من الفساد خرت نحو زعيم الأذناب، لقد ظهرت لي كإنسان، فما بالك تنطق بأقوال تفوق الإنسان بقلبك. إن الله يكون معي ويسكن بأحشائي، فأخبرني إذا كيف أصير محل الراحة ومكان التقليص للراكب على الشاروبير. فلا تخدعني برشيد، لأنني لست أعرف لذتك ولم أباشر زواجك، فكيف إذا أبيت ابنا؟ لأن من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل آثامه. إن الفتاة البريئة من الفساد قالت نحو زعيم الأذناب، قد ظهرت لك إنسان، فما بالك تنطق بأقوال تفوق الإنسان بقولك. إن الله يكون معي ويسكن في أحشائي، فأخبرني إذا كيف أصير محلا رحبا ومكان التقديس للركب على الشاروبين. فلا تخدعني بغش، لأنني لست أعرف لذتك ولم أباشر زواجك، فكيف إذا ألد ابنا؟ لأن من السفيح الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا سائر الشعوب، فهتف غير المتجسد قائلا: حيثما يشاء الإله تغلب ترتيبات الطبيعة ويصنع ما يفوق على الإنسان، فآمني بأقوال محيطة كذا كل طهر وقداسة. وأما هي فقالت: ليكن لي الآن نظير كلامك وآلد غير المتجاسد، متخذا مني جسدا لكي باتحاده به يصعد الإنسان إلى رتبات الأولى بما عنده المقتدر وحده. لأن قد قويت رحمته علينا، وحق الرب يدوم إلى الدهر، فهتف غير المتجسد قائلا: حيث ما يشاء الإله تغلب ترتيبات الطبيعة. عمليا فاستغنيت بالنعمة المنبعثة من هنالك، وأصبحت مضبوطا تذهب نشرات كل المليحين وتبطي لها. لقد ظهرت نفسك يا نبيع دموعك أيها الآب البار المجيد يوحنا المتوشح لله، واستقصت الله في قلب بنوتك في الصلاة أيها المقبول، ف
فارتقيت محلقا نحو محبته وجماله تعالى، فاستحققت التمتع به الخالد عن أهلية مع رفقائك في الجهاد مسرورا. لقد جنحت عقلك بالإيمان وارتقيت به نحو الله يا يوحنا الآب المجيد، فمقدت بالبال العالمي المضطرب وحملت صليبك وتبعت رقيب كل شيء وعبدت بممارسة التقشف والإمساك بجسدك الجموح للعقل بقوة الروح الإلهي. حكمة مجد لله فلنستقيم. يا نورا بهيا لقدس مجد الآب لا يموت السماوي القدوس المخلوق يا يسوع المسيح، إذ تقبلتنا إلى غروب الشمس ونظرنا نورا مسائيا، نسبح الآب والابن والروح القدس الإله المستحق في جميع الأوقات أن يسبح بأصوات بارة، يا ابن الله المعطي الحياة لذلك العالم لك يوجه المساء. الرب رحوم ورؤوف، بارك يا نفس الرب، تراءى من سفر التكوين حكمة فلنصغي. حدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم وقال له إبراهيم وقال ها أنا، فقال خذ ابنك الحبيب الذي تحبه إسحاق واذهب إلى الأرض العالية وقدمه هناك ضحية على أحد الجبال الذي أقول لك. فقام إبراهيم صباحا وشد على أتانه وأخذ معه غلامين وإسحاق ابنه وشقق حقبة للنهر وقام وانطلق وجاء إلى المكان الذي قال له الله في اليوم الثالث، ورفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، وقال إبراهيم لغلاميه اجلسا هنا مع الأتان وأنا والصبي نجتاز إلى هنا ونسجد ثم نعود إليكما. فأخذ إبراهيم حقب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه وأخذ بيديه النار والسكين وانطلقا كلاهما معا. فقال إسحاق لإبراهيم أبيه يا أبي، فقال ما هو يا ولدي؟ فقال هو ذا النار والحطب، فأين الخروف الذي للمحرقة؟ فقال إبراهيم الله يرى له خروفا للمحرقة يا ولدي. وانطلقا كلاهما معا فأتيا إلى الموضع الذي قال له الله، فبنى هناك إبراهيم المذبح ووضع الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب، ومد إبراهيم يده ليأخذ السكين فيذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال له لا تضع يدك على الصبي ولا تعمل به شيئا لأني الآن علمت أنك تخاف الله ولم تشفق على ابنك الحبيب من أجلي. فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش ممسوك في نصبة صافاء بقرنيه، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش
وقدمه محرقة عوض إسحاق ابنه، فدعا إبراهيم اسم ذلك الموقع الرب أبصر، لكي يقول اليوم في الجيل الرب ظهر. ثم نادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء قائلا: بذاتي أقسمت يقول الرب أني من أجل أنك عملت هذا الأمر ولم تشفق على ابنك الحبيب من أجلي، في الحقيقة لأباركك تبريكا وأكثر زرعك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث زرعك مدن أعدائه ويتبارك بزرعك كل أمم الأرض عوضا ما أطعت صوتي. Той просе فيتعلل بعلل الخطايا. الدبان الدبني الرام حكمته
تقوف الرب وفي عزة قدرته البسوا سلاح الله الكامل لتستطيعوا أن تقفوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست ضد دم ولحم بل ضد الرئاسات، ضد السلاطين، ضد ولاة ولاة العالم، عالم ظلمة هذا الدهر، ضد أجناد الشر الروحية في السماويات. فلذلك احملوا سلاح الله الكامل لتستطيعوا المقاومة في اليوم الشرير، حتى إذا تممتم كل شيء تثبتون، فاثبتوا إذا ممنطقين أحقاكم بالحق ولابسين درع البر، وأنعموا أقدامكم باستعداد إنجيل السلام، واحملوا علاوة على كل ذلك ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشريرة الملتهبة، واتخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. سلام لك أيها القارئ ولكافة شارئ. هللويا هللويا. حكمة فلنستقم ولنستمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. لروحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. لك يا رب المجد. فلنصغي. قال الرب لتلاميذه: كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن يريد الإبن أن يكشف له، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والمثقلين وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، فإني وديع ومتواضع القلب، فتجد راحة لنفوسكم، لأن نيري لين وحملي خفيف. أمجد لك يا رب المجد. لنقل كلنا من كل نفوسنا بكل نياتنا، لنقل: أيها الرب الضابط الكل إله والآباء إلى رب إليك، فاستجب وارحم لكي يرحمهم الرب ويعظهم بكلمة الحق ويعلن بشارة البر، يجعلهم متعدين بكنيسته المقدسة الجامعة الرسولية. أغذ وخلص وارحم واحفظهم يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. أيها الموعودون احنوا رؤوسكم للرب.
خالق كل الكائنات وبارئها، يا من يشاء أن الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، اطلع على عبيدك الموعوذين وانقذهم من الضلال القديمة ومن حيل المضاد، وانتذبهم للحياة الأبدية بإنارة نفوسهم وأسابهم، وضمهم إلى عدد رعيتك الناطقة المدعوة باسمك القدوس، لكي يمجدهم أيضا معنا اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال، أيها الأب والابن والروح القدس، الآن وكل ولد عار الداهرين. يا كل المواضين أخرجوا، أيها المواضون أخرجوا، يا كل المساعدين للسنارة أخرجوا، أيها المساعدون للسنارة صلوا إلى رب نطلو. يا ربنا والمساعدين للسنار المقدسة وخلاص من رب نطلب. يا رب ارحم. لكن ثابت من رب إلى هنا ويديهم إلى ربي نطلب. كن يلايسون. لكن ميرهم بنور المعرفة وحص العبادة إلى ربي نطلب. يا رب ارحم. لكن واهلهم في الأوان وفي اللحمة معادة الولادة ولغفران الخطايا سباع العدم البلال رب نطلب. يا نايسا. لكن هذه ولادة بالماء والروح إلى رب نطلب. يا رب نحن. لكن لهم كمال الإيمان إلى رب نطلب. يا نايسا. لكن لهم من على درايتي المقدسة المختارة إلى رب نطلب. يا رب يا الله بنعمتك. أيها المساعدون للسنارة احنوا رؤوسكم للرب. أيها السيد اطلع بوجهك على عبدك المستعدين للسنارة المقدسة الطارقين إلى طرح دنس الخطيئة عنهم، وأنر أذهانهم وثبتهم في الإيمان ووطدهم في الرجاء وكملهم في المحبة، واجعلهم أعضاء كريمة لمسيحك الذي بذل نفسه فداء عن نفوسنا. لأنك أنت إمارتنا ولك نفس المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. يا كل المستعدين للسنارة أخرجوا، أيها المستعدين للسنارة أخرجوا، يا كل الموعوظين أخرجوا، لا يبقى أحد موعوظين، يا كل المؤمنين أيضا وأيضا بسلام الرب نطلب. أيها الإله العظيم المسبح، يا من بموت مسيحه المحيي نقلنا من البلا إلى عدم البلا، أنت أعتق جميع حواسنا من الأهواء المميتة وأعطي لها النطق الداخلي رئيسا صالحا، واجعل أعيننا تنفر من كل منظر خبيث، وأذننا لا يتركها كلام بطال، وألسنتنا سالمة من الأقوال غير اللائقة، وطهر شفانا التي تسبحك يا رب، واجعل أيدينا تبعد عن الأعمال القبيحة وتفعل ما يرضيك فقط، وحسن كل أعضاءنا وأذهاننا بنعمتك. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. حكمة لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس أن وكل ولد آل الداهرين. أيضا وأيضا بسلام الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. إننا نطلب إليك أيها السيد القدوس الفائق الصلاح الغني في الرحمة أن تكون شفوقا متعطفا علينا نحن الخطاة، وأن تجعلنا أهلا لاستقبال ابنك الوحيد إلهنا ملك المجد، فها إن جسده الطاهر ودمه المحيي يمران عابرين في هذه الساعة، ومزمعين أن يوضعا على هذه المائدة السرية، محفوفين بجمع غفير من الجنود السماوية على حال غير منظور، وهبنا أن نتناوله ما غير مدينين،
حتى إذا استنارت بهما حدقات أذهاننا نصبح أبناء للنور والنهار. بحسب موهبة مسيحك الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يا الله
وقدس نفوسنا وأجسادنا كلنا تقديسا لا ينتزع، حتى إننا إذا بتناولنا هذه القرابين الإلهية بضمائر نقية ووجوه غير خازية وقلوب مستنيرة
نحيا بها ونتحد بمسيحك نفسه إلهنا الحق الذي قال: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. حتى إذا سكن كلمتك يا رب وتردد فينا نصير هيكلا لروحك القدوس الواجب السجود له، فننجو من كل حيلة شيطانية تحيق بنا بالفعل أو بالقول أو بالفكر، ونحظى بالخيرات الموعودين بها مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ الدهر. واهلنا أيها السيد أن نشتر بدالة على أن ندعوك بل غير مدنين أيها الإله السماوي، ونقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه، ليأتي ملكوته، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهر أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل ولدار الداهرين. آمين. السلام لجميعكم. سكم للرب. اللهم يا من هو وحده الصالح المتحنن الساكن في الأعالي والناظر ما هو أسفل، اطلع بناظر الحنو على كل شعبك واحفظه، واهلنا جميعا لتناول أسرارك هذه المحية غير مدنين، فإننا لك قد أحنينا رؤوسنا متوقعين منك الرحمة الغنية. بنعمة ورافات بك الوحيد ومحبتي للبشر أنت مبارك محو مع روحك الكل قدسه الصالح والصانع الحياة أنا كل أوان وإلى دار الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور. أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطي والحمد، يا الله اغفر لي أنا الخاطي والحمد، يا الله اغفر لي أنا الخاطي والحمد. بروسكومين القدسات السابق تقديسها للقديسين. بأنك أنت في الحقيقة المسيح ابن الله الحي، أنك أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم بعيني، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل التي عن معرفة والتي عن جهل، وهني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة لغفران الخطايا والحياة أبدية. ها أنا أسعى إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني بالمساهمة يا جابر، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل وصمة. اتبني اليوم شريكا في عشائك السرية من الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قولا مغشوشة مثل يهوذا، لكن أعترف لك مثل اللص قائلا اذكرني يا رب متى أتيت بملكوتك. ارتعد أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤلف، فإنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الله يؤهلني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد شغفتني بشطك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطايا بالنار الغير هذية، وهني أنا أمتلئ بتنعم بك لكي أعبد حضوري
وأنا أقرب للرياء الصالح، كيف أدخل أنا غير المستحق في بهاء قدسي؟ فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى قدري وبكتني لباسي لباس الحرس، وتطرح الملائكة أخرجا مأمونا، فطهر نفسي يا رب من الدنس وقدستي محبة البشر. أيها سيدي محب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تكن لي هذه قرابين لمحاكمة بسبب عدم استحقاقي، بل تطهر نفسي وجسدي وتقديسهما والعبودون حياة آتية ومستقبل. أما أنا فصالح يا أصدق الله، وأجعل رجائي خلاصي على الرب، من اليوم شريكا بي أحشائك السريرية من الله، إني أسرع كل سرك لأعدائك الصديقين صرخوا، ولا أقبلك قبلة مغشوشة مثل يهودا، لكن أعترف لك يا مخلص قائلا حكمني يا رب في ملكوتك. الرب قريب من مستحقي القلوب ويخلص متواضعي الأرواح، كثيرة الأحزان الصديقين ومن جميعها ينجيك الرب، يحفظ الرب عظامه كلها فلا ينكسر واحد منها. موت خطأ شرير ومبغضو الصديق يأمنون، يفتدي الرب نفوس عبيده وجميع المتكئين عليه لا يعاقبون. أرفعك يا إلهي وملكي وأبارك اسمك إلى التاريخ وإلى دهر الدائمين، أباركك في كل يوم وأسبح اسمك إلى الدهر وإلى دهر الدائمين. إن الرب عظيم ومسبح جدا وليس لأعظم استحصاء، يمدح جميع أعمال فاجر المجيد ويخبرون بقوتك وبعظم جلال مجد قدسك، يتكلمون ويتحدثون بأجائبك وبقوة مرغباتك يندقون وبعظمتك يتحدثون، بذكر قد كثرة صلاحك يفيضون وبعدلك يتهللون. الرب رؤوف رحيم طويل لنا وكثير الرحمة، الرب صالح للجميع ورحمته على جميع أعمالك، لتعترف لك يا رب كل أعمالك ويباركك أبرارك، ليتكلموا بمجد ملكوتك وينطقوا بجبروتك، لكي يعرفوا من البشر جبروتك ومجد بهاء ملكوتك. إنا ملكوتك ملكوت جميع الدهور وسلطانك في كل جيل مجيد. الرب أمين في كل أقواله وبارك في جميع أعماله. الرب يأمر كل صادقين ويقوم جميع المتعشرين. إياك تنظر عيون الجميع، فإنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه، تفتح يدك فيبتلئ الكل سرورا. الرب عادل في كل ضربه وبار في جميع أعماله. الرب قريب من جميع دعائه ومن جميع الذين يدعونه الحق، يسمع مشيئته خائفين، يسمع تضرعاتهم ويخلصهم، يحفظ الرب جميع المؤمنين ويستحسن جميع القطع. بتسبيح الرب يشرف فمي ويبارك كل في جسد الاسم والقدوس مدى الدار والى الابد. ابارك الرب في كل وقت، على الدوام تسبيحته في فمي، بالرب تمتدح نفسي وليسمع الوداع ويفرحوا. عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. التمسك الرب فاستجاب لي ومن جميع احزاني نجاني. تقدموا اليه واستنيروا ولا تخزى وجوهكم، ان هذا الفقير سرق فاستمعه الرب ومن جميع احزانه خلصه. يحل ملاك الرب حول قائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، طوبى للرجل المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع القديسين، فإن المتقين لا عوش لهم. الأغنياء افتقروا وجاءوا، أما الذين يلتمسون الرب فلا يعوزهم شيئا من الخير. هلموا أيها البنون واستمعوا لي فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أيامه صالحة؟ سل لسانك عن الشر وشفتيك عن الدخول الغش. جاء
جانب الشر وسع الخير، ابتغ السلام واتبعه، عينان ربي الى الصديقين، واذانه الى طلبتهم، وجه الرب على صانعي الشر، يبت من الارض ذكرهم، الصديقون صرفوا والرب استجاب لهم، ومن جميع احزانهم نجاهم، الرب قريب من مستحقي القلوب، ويقدس المتواضعين الارواح، كثيرة أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب، يحفظ الرب جميعها، الرب يحفظ عظامهم كلها فلا ينكسر منها واحد، موت الخطا شرير، ومبتغي والصديقون يهتمون، يقتدي الرب نفوس عبيده، وجميع المتكلين عليه لا يعاقبون. أرفعك يا إلهي وملكي، وأبارك اسمك إلى الدار وإلى دهر الدارين، أباركك في كل يوم، وأسبح اسمك إلى الدار وإلى دهر الدارين، إن الرب عظيم ومسبح جدا، وليس لعظمة استقصاء، يمدح أعمالك جيل فجيل، ويكبرون بقوتك، وبعظم جلال مجدك يتكلمون، ويتحدثون بعجائبك، بقوة مرغباتك ينطقون، وبعظمتك يتحدثون، بذكر كثرة صلاحك يفيضون، وبعدلك يتهللون، الرب رؤوف رحيم طويل الإناث، وكثير الرحمة، الرب صالح للجميع، ورأفته على جميع أعماله، لتعترف لك يا رب كل أعمالك، ويباركك أبرارك، يتكلموا بمجد ملكوتك وينطقون بجبروتك لكي يعرف بنو البشر جبروتك ومجد بهائم ملكك إن ملكك ملكوت جميع الدهور. بخوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا. أمين الله الرب طهر لنا مبارك كل يأتي باسم الرب وانظروا ما أطيب Hallelujah.
يسمع الوداع ويفرح شفتاكم فتطهر خطاياكم وتمحو اثامكم. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك.
كل حين لنا وكل وان ندعى للداهرية. والنصر المسيح الاب قدس الطير غير ما تسمى يحيي الرهيب فلنستقل ونشكر الرب حق الشكر. دائما نشكر الرب. ونخلص ارحم وحفظ يا الله بنعمتك. كريا ليسون. ونسوائل كل مسار ويرجوك ان قدس السلام يرضى خطيئتي يرضى انفسنا بعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الاله. لك يا نشكرك أيها الإله مخلص الكل على جميع الخيرات التي منحتناها وعلى تناول جسد ودم مسيحك المقدسين، ونطلب إليك أيها السيد المحب البشر أن تحفظنا كنف جناحين وتهبنا أن نتناول مقدسانك إلى آخر نسمة من الحياة مع الاستحقاق لاستنارة النفس والجسد ولميراث ملكوت السماوات. لأنك أنت هو تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والإبن والروح القدس الآن وكل آن وإلى الأبد الدائم. آمين. سلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك يا سيد. أيها سيد الباطل الكل يا من خلق البرايا كلها بحكمة وبعناية التي أدر وصفها وبكثرة خيريته أوصلنا إلى هذه الأيام العظيمة الوقار بقصد تنقية النفوس والأجساد والإمساك على الأهواء وعلى رجاء البحر. يا من سلم خادمه موسى بالصوم إلى 40 يوماً اللوحين المكتوبين باسمه ابن نحن أيضاً أيها الصالح نجاهد الجهاد الحسن ونتمم شوط الصوم، نحفظ الإيمان غير منقسم، نرد رؤوس التنانين غير منظورة، نظهر غلبية الخطيئة، نبلغ السجود للقيامة المقدسة غير مدينين. فإن اسمك بكل إكرام العظيم الجلال مبارك وملككم وجد أيها الأب والإبن والروح القدس الآن وقسوا إلى دار الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين لآنا وكل وان وإلى دهر الداهرين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. يا رب ارحم باسم الرب بارك يا سيد. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من أنت عجيب في قديسيك، أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، بقوة الصليب الكريم المحي، بنعمة القبر المقدس القابل الحياة، بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد، وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم الاثني عشر والسبعين، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم، والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر، والقديس العظيم في الشهداء جيورجيوس اللابس الظفر شفيع هذه الكنيسة المقدسة وهذا المزار المقدس، والقديسين المشرفين الرسل والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله وأمنا البارة مريم المصرية والقديسين المشرفين الملكين المعظمين المتوجين من الله المعادلي الرسل قسطنطين وهيلاني وأمنا البارة مريم المصرية وأبينا الجليل في القديسين غريغوريوس لذيالوغوس كاتب هذه الخدمة الإلهية الشريفة، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله وأكيم وحني
وتذكار القديس يوحنا السلمي الذي نقيم تذكاره في هذا اليوم وجميع قديسيك، ارحمنا وخلصنا بما أنك الإله الصالح المحب البشر. بصلوات بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم. أبنائي صباح الخير، كل سنة وأنتم سالمين، تكملة صيام مبارك. أنا اليوم سعيد كتير أنه نحن اليوم تحت بركة القديس جورجيوس جمعنا في هاي الكنيسة في داخل هذا الصوم المقدس اللي نحن منعيشه بهاي الفترة، وعمالنا منستعد حتى نستقبل ألام إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وكمان مشاركتنا في قيامته المجيدة. أحداث عظيمة نحن مدعوين أنه نعيشها. ربنا يقدرنا بشفاعة أمنا العذراء، بشفاعة القديس جورجيوس والقديس يوحنا السلمي اللي اليوم منحي تذكاره. القديس يوحنا السلمي من أهم قديسي الكنيسة كنيستنا، كمان نحن احتفلنا في عيده في الأحد الماضي، كان له لأنه الأحد الرابع من الصيام هو للقديس يوحنا السلمي، والأحد الخامس اللي راح يكون بعد بكرة هو للقديسة مريم المصرية، ولكن كمان تاريخ عيده هو اليوم القديس يوحنا السلمي. عشان هيك كمان رتلنا هاي القطع، ومنعتذر منكم اللي كانت خارج الكتب المعكم، ولكن هاي الثلاث قطع رتلت هي للقديس يوحنا السلمي حتى نطلب شفاعته. كمان كان لازم نحكي له أكم من قطع لأنها مش موجودة في الكتب اللي معكم، لأنه بتعرف وعيده بتغير كل سنة باليوم، بيكون في يوم تاني، فعشان هيك مش موجودة بالكتب، ولكن موجودة في الكتاب الميناون اللي منسميه في أعياد كل القديسين في الشهر، فعشان هيك حطينا كمان هاي الثلاث قطع للقديس يوحنا السلمي اللي منطلب شفاعته حتى نعمة ربنا تكون معنا. أبنائي في الأسبوع الجاي زي ما حكينا الأحد الجاي عنا عيد القديسة كمان، أو منحيي تذكار القديسة مريم المصرية، وقعيدها كتير مهم هاي القديسة. ليش؟ لأنه هي مثل وقدوة للتوبة لإلنا، تعطينا كيف نحن لازم نتوب حتى نقدر نتقرب من المسيح وحياة القداسة. وكمان شوي شوي هيك ندخل في أحد الشعانين، وبعدين في الأسبوع العظيم المقدس. بتمنى لكم إن شاء الله أعياد مجيدة مباركة، ربنا يحميكم يبارككم أنتوا وعائلاتكم، يحمي مدينة السلط، يحمي أردننا ويحمي كل العالم. ربنا يبارككم بصلواتكم ودعائكم دائما. العذراء تحميكم، نعمة ربنا تكون معكم، وكل سنة وأنتوا سالمين. تكملة صيام مبارك، وإن شاء الله قيامة مجيدة وأسبوع مجيد. كل سنة وأنتم سالمين.